مجيد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من التوابين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا قرضا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا مشكلا إلا سهلته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لقرض إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، يا خير الناصرين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم لنا في الدنيا والدين، اللهم ارحم لنا في الدنيا والدين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، يا الله ولا تحاسبنا حسابا عسيرا. اللهم زينا بزينة الإسلام، اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإخلاص، اللهم ثبت أقدامنا على صراطك المستقيم، اللهم أخرجنا من الدنيا مع الإيمان، اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والعلم والأعمال والأموال والحسنات، اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض، اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وحفن علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وثبت إسلامنا واجعل آخر كلام من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.